ما هي أهم الإصلاحات التي جاء بها الإصلاح البيداغوجي الجديد لتطوير البحث العلمي بالجامعات المغربية؟ أيضا فيما يخص البحث العلمي هناك إصلاح ديال نظام الدكتوراه، نظام جديد وحنا بدينا تنشتغلوا بهذا الجانب هذا. أيضا في هذا الجانب هذا عندنا أولا تكوينات موازية للبحث ولا للعمل الذي يقوم به الطالب اللي تيحضر الدكتوراه ديالو داخل المختبر، وهي تكوينات أيضا ذات أهمية، تكوينات فيما يخص اللغات، لا بد من الباحث يكون متمكن من اللغات الأجنبية بخصوص اللغة الإنجليزية، لأنه في كلية العلوم هي اللغة ديال التواصل على الصعيد العالمي، اللغة ديال اللي يمكننا نوجدوا فيها المراجع العلمية، وبالتالي هذا ولا واحدة تدرس جديدة تدرس في نظام الدكتوراه. هناك أيضا في نظام الدكتوراه ما هو مرتبط بالمجال الاقتصادي ومجال تالي، ولا ولينا تنشتغلوا بأنه الطالب يكون عنده علم بالإشكاليات وبالوسط الاقتصادي ويقدر يقدم إجابات لهذا الجانب هذا. هناك أيضا الجانب اللي هو مهم ومهم جدا وحنا بدينا تنخرطوا فيه، ولكن حنا تنبنيوا لأنه في اللبنات الأولى ديال البنيان ديالو، وفي مجال الابتكار، بأنه البحث العلمي يمكن من يمشي في جانب الابتكار، في جانب تثمين المنتوج ديال البحث العلمي، باش يكون عندنا واحد البحث العلمي اللي هو في واحد الجانب كبير من الابتكار اللي تعطي قيمة مضافة كبيرة للبحث العلمي على صعيد الوطن. أيضا هناك ولات المواضيع اللي يشتغلوا عليها داخل البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية، بأنها مواضيع ترتبط بالإشكاليات الوطنية الكبرى، وبالتالي الإجابة على هذه الإشكاليات الكبرى، وحنا تنعرفوها، كاين الإشكاليات ديال الماء، كاين الإشكاليات ديال الشانجمون كليماتيك، كاين مجموعة ديال الإشكاليات اللي خاصنا نلقاو لها الحلول، وبالتالي تنشتغلوا على الجانب هذا. كاين أيضا الجانب ديال وحنا تنشتغلوا على كلية العلوم فيما يخص بشراكة مع الشركات، نشتغل على ليزالغ مثلا، وهي بشراكة مع شركات مغربية تنتج وتشتغل على هذه المادة الحيوية اللي تنوجدها بكثرة داخل الوطن. المستجدات ديال البحث العلمي هو المنظور الجديد ديال 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 الوزارة في هذا الجانب، هو منظور جيد جدا، هو واحد 1000 منحة اللي تعطى للطلبة باش تحفزهم، منحة عندها مستوى يمكن الطالب بأنه يتفرغ للبحث العلمي. بكل هذا كانت إشكالية بعد ما تلقاو طالب ما عندوش الإمكانيات باش ينخرط كليا في البحث العلمي، وبالتالي هذه المتميزين على الصعيد الوطني بأنهم يمشيوا في هذا الجانب هذا. حنا تنخرطوا في هذه الجوانب كلها، وخاصنا ناخذوا دائما في عين الاعتبار بأن كلية العلوم هي الأولى على الصعيد الوطني، تنتجوا ما يقارب 1200 أرتيكل بقال في مجلات مفهرسة، 10% من الناتج الوطني. عندنا تقريبا 200 دكتوراه تناقش داخل كلية العلوم. فيما يخص البحوث العلمية، فيما يخص العمل اللي قمنا به في 3 سنوات، عندنا ما يقارب 45 مشروع بحث علمي ممول خارجيا يدار داخل كلية العلوم، ما يناهج 35 بحث علمي ممول على صعيد دولي. الفرق والأساتذة ديال كلية العلوم هما اللي يمثلون المغرب في هذا البحث اللي هو تيكون على صعيد مجموعة ديال الدول منخرطة فيه، وبالتالي هذا حنا تنعملوا باش نزيدوا نعززوا ونكرسوا هذه المكانة ديال كلية العلوم فيما يخص البحث العلمي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، باش نمكنوا الجامعة ديالنا اللي هي جامعة محمد الخامس والجامعة المغربية أيضا بأن تبوء المكانة اللي خاصة تكون فيها فيما يخص الترتيب. وهذا الترتيب هذا ذا أهمية كبرى، لأنه الترتيب تمكننا أولا باش نجلبوا موارد مالية، باش نجلبوا أساتذة متمكنين يمكن لهم يجيوا ينخرطوا معنا في البحوث ديالنا. الترتيب تمكن أيضا بأنه الطلبة المتميزين تيبغيو يجيوا عندنا، لأنه حنايا تنكونوا واحد المؤسسة ديال التميز، حنا تنعملوا بأننا نحافظوا على المكانة ديالها ونطورها باش تكون أكثر من اللي هي فيها حاليا.